صح. احكي لي شنو شكون اللي عنده المشكل؟ جوج بينا. انت الام وولدك؟ انا الام هو ولدي. لا احكي لي بشويه شنو المشكل اللي عندكم؟ دابا 17 سنة باش كلينا الدقة. حنايا مراضين انا ملي بداني داك الشيء بداني الكرش ديالي بحال اللي كيتحرك بدا هكا كيجيني بحال نعاس بحال السيخان كيديني السيخان حتى يجيني داك الشيء بدا داك الشيء بحال اللي عملتي نفتح في الصاروخ في الموتور هاد الشيء كيتعمل عادي يحبس حتى يديني داك الشيء صافي وبقيت واحد المؤود هكا بداني داك الشيء كيطلعني الراس ملي كيطلعني الراس كيضرني بزاف في البدنية ملي كيجيني داك الشيء هو بدا ما خلقش مريض كان عنده 4 سنين باش دارو المرض واخا ما عرفش شنو المرض اللي عنده بعد دابا هو كان كيبكي كيغوت كيسعر ما كيسكتش كيحاشك كيتقيا وملي بدينا كنجري عليه كنديه للطبيب كيقول لنا الطبيب زعما ما كان فيه حتى حاجه كان عندي حنايا عندنا الكمبيوتر مسجل ما فيه حتى حاجه الصحة ديالو جيدة واحد المدة بدا كيتيح رجعنا من المغرب لهولندا وبدا كيتيح بحال اللي كيدفع على شي واحد ملي بدا كيتيح دينا للطبيب عاود دينا والو حتى 3 مرات عاد قالوا فيه ايبيليبسي ما كيعملش داك الشيء اللي كيعمل هو بزاف الناس فيهم ايبيليبسي ما كيعملوش شي بحال اللي كيعمل هو شحال السن ديالو دابا؟ ها شحال عمرو؟ دابا 21 كان عنده 4 سنين دابا 21 واضح ايوا بدا كيشرب الدواء كيشرب الدواء كيبدلو الدواء كيزيد كيبدلو شي مره حاش كيبقى يبزق وفمو كيعوج ودقمو كيهبط بحال العين كيتعوجو ما بقاش هو هذيك داولو واحد الموت على 6 شهور واحد المره داولو 3 شهور باش يعملوا كونترول باش يشوفوا شنو فيها والو قال ما فهموش شي قال بزاف الناس فيهم داك المرض ديبيليبسي الناس كيعيشوا فيه عادي هو لا هو دابا زاد دابا زاد كيتعصب وكيضرب وكيدفع شمارة كيكون زعما مهدن كيضرب شمارة كضغية شمارة كيكون مهدن زعما ما تقول فيه حتى حاجة دغية كيرو دغية تقلب دغية 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 تقلب وهذا الشيء كان دابا أنا مريضة هو مريض دابا طالعين في 17 سنة هو يكون عنده 4 سنين باش بدا بهداك الشيء طيب ملي كان في عمره 4 سنين فيك تكتب في هولندا جينا المغرب بنتي عملت العرس هنايا في المغرب هذاك اللي عملت معاكم رينديفو كانت عنده غات عمل العرس حملت العرس جينا على خير وبخير ما انا ما مريضه ما والو ملي رجعنا داك 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 الساعه داك شي 6 شهور هكا بدا كيبين يبدل عليا كل شيء بقيت كنحس العينين ديالي كيتقال والراس ديالي كيتقال والبرد دابا المشكل اللي عندي دابا الان انا هاد السخانه اللي داز علينا هاد السخانه الناس كيموتوا وانا السراجم شدودي كيجيك البرد كيجيني البرد يكون في الصيف الحر ديال الصيف وانت عندك البرد في جسمك البرد السخانه الحار بنادم كيموت وانا ها هي كانت معايا مسكينه والسراجم كنفتحها باش ندخل الضو نفتح السرجم الزاج كنشدو من البرد ماشي كنحس زعما البرد كان مرض زعما دغيا كتخشح كنعمل هكا
كانت تقشح ما كيقدرش، وكانت العري داكشي الراس والعينين. طيب كتحلمي بالافاعي تاع عابي؟ واللي عندي في الكرش ديالي كتحلمي بشي حنوشه افاعي تاع عابي؟ انا ديك شمره كان نحلم شمره انا كتاريه، كان الحلم ديالي كان حلم الطريق كيتلفني، كان نخلف نمشي 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 ونخال حيوت كلشي مسدودي، كلشي مسدود. واش هو اللي وقعك في الحياة ديالك دابا؟ اه واش كيوقع لك في الحياة تاعك ديما كيوقع لك التعطيل؟ دائما الحوم ديالي الطريق والو تلف دائما. شحال عندي الولاد؟ آه عندي 4 تبارك الله ما شاء الله مزيانين. والله كلشي مريض، حتى واحد ما مزيان. يا اخرين جوج بيهم زعما ما بينش فيهم بزاف، بالحق عندهم العكوسات على كل شيء. هي ديك الحلمه كتحلمي ديال ديما مسدود عليك انت وعلى ولادك؟ اي حاجه عندهم العكوسات 4 بيهم سبحان الله. هذيك هذاك ابارت هذيك زعما مريض بزاف، ما عنده منين يزيد. ما ياخرين زعما في الصحه ديالهم كيخدموا كيقراو باقي صغارين زعما ماشي هذا هو الصغير ولا الكبير؟ هذا الصغير ديالهم. يا اخر عنده 24 سنه والبنت عنده 22 سنه، بيناتهم غير عام. والعكس العكس سبحان الله، كلشي العكس كلشي كلشي العكس دائما. هذا الامور ها ملي كتسمع الرقية شنو يوقع لك؟ انا ملي كنسمع رقية اليدين ديالي ممكن يكون لي زعما مد، باش يدي كيبقى بحال اللي فيه الضوء في اليدين، كي يتهزو 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 يتهزو، ما كان عيا وما والو، ما ماشي زعما بخاطري انا كنعمل داكشي، كي يتهزو 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 حتى والكرش ديالي كيتحرك، الكرش ديالي كيتحرك وكيتكور. هو في دائما داك الشيء زعما هاد الشهر شويه دائما بحال اللي عندي شي حاجه في الكرش كيتلقز لي في الكرش. والراجل ما مزيان الراجل مات خلاها في عار. لا اله الا الله. انا خلاني باقي صغيره انس خلاها كان عنده عام دابا 20 سنه باش مات. باش مات مسكين كان مريض. شوف الله يرحمه مسكين. طيب اش كنتي قلت السيده؟ بنت عمي. طيب يلا يلا تكوني انت عادية؟ انا عادي متأكدة؟ لا لا عادي يلا عادي كون هادي يلا تكوني انت بيها انت بيها تكوني بجوج. انا شو الزرقاء ما عطاني انا نجلس هنا تكيما تكيما ما تكيما واش لا كان شي حاجه؟ الحمد لله. وكيجيني العيا ملي كان كيقرا عليا شي واحد كيجيني العيا بحال اللي عييت نزيد شي دخل. ايوا حيت مريضه في الجين عندك الجين ملي كتهزي يديك عندك الجين. واخا طيب تمدي هزي يديكم هكذا احسن تتكي. لا نعس لا نعس ما تشعروش الله يرحم الوالدين. دابا شوفي مشاعر لا برد لا والو، الا حسيتي برد عندك شي اللي فيك. لا دابا صافي وغتحسي بالبرد ماشي مشكل. رفعي التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. نسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يرحمنا رحمة تغنى عن رحمة من سواه، وأن يجود علينا بما يحب ويرضى، وأن يجعل ما أعطانا ووهب ورزقه وتفضل به فيما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا انسا وجنا، اطلع اعمارنا واحسن اعمالنا،
واغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إن الله جل وعلا هو الخالق الذي خلق الإنس وخلق الجن، وهو الله الذي مدهم بالآجال، وهو الله الذي قدر الأرزاق والأقوات، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله سبحانه جل في علاه أرسل رسلا وأنزل كتبا من أجل أن يقام العدل فلا ظلم، ولأن الله جل وعلا عدل يحب المقسطين والمنصفين، وحتى لا يجار ولا يظلم أحد حرم المس، فاقتران الجن بالأبدان ظلم، ووجب أن يعلم ويبين في عالمهم. فليس كل ما تقوى وتقدر عليه بإمكانك أن تصل إليه، فمع قوتك وتمكنك إلا أنك لا بد أن تعلم أن حد الناس محفوظة ومصانة، فلا يجوز لأي إنسان أو جان أن يقتحم حدود الآخرين بما يعود عليه بالظلم فيعتبر ظالما. حينما تصل الأذية منك إلى الآخر عن أي طريقة بأي طريقة كانت، فيكلم ويؤذى ويحرم فأنت ظالم. ولهذا ربي سبحانه جل وعلا ربنا حرم المس. اقتران الجن بالأبدان ظلما، عشقا، سحرا، كفرا، ظلم. وواجب أن نبينه لكل جني كيفما كان حاله، وإن كان مكلوما مظلوما بسحر موروث أو قوي قديم، فوجب أن يعقد قلبه على أن يبين بفضل الله تعالى الخير في البدن وفي الذرية، حتى لا يساء إليه من جهة أنه مكلوم مظلوم ظالم. فقد يكون مكلوم ظالم مكلوم مظلوم ظالم، بمعنى كثير من الجن قد يعذر لأسباب عذره بينه وبين ربه قد يكون معذور، وقد يكون بينه وبين من ارتكب الظلم في حقه من البشر فيعتبر مظلوم باعتبار أنه أقحم إلى البدن كرها وغصبا، وألزم بذلك بقوة الأبارسة أو السحرة، وهذا موجود، ويعتبر في هذه الحالة مضطر أو مكره، يعتبر في هذه الحالة مضطر أو مكره. وربي سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يؤسر أفراد بيته أو يشهر السيف في وجهه أو يؤذى بأذية الأبارسة الذين فوقه سلطة وقوة، فيلزم بالإلزام الأبارس بالدخول إلى البدن أو الأبدان. أبين هذا حتى يعلم من يسمعني الآن في البدن، حتى لا يجمع أنه معذور من جهة أنه مظلوم، ويؤذر بالآثام من جهة أنه ظالم في مكان أنه مظلوم. وهذا سيبينه إن شاء الله تعالى، لأنه يفهمه كثير من الجان الآن بالإصغاء والإنصات والاستماع. فإن كان مظلوم
فإن كان الشيطان مظلوم من هذه الجهة أو الأبارسة الظلم أو الجهة الظلم من هذه الجهة، لكن وجب عليها أن تعلم حتى لا تجمع بين العضو الذي هو مقبول وقد يكون مقبول شرعا وبين ظلمها للبدن ولغيرها، فلا تكون معذورة شرعا. فحينما دخلت كانت مكرهة، ووجب أن يعلم أن باستطاعتها أن تقدم الخير ولو في غفلة. إذا عقد القلب على الإنصاف والعدل وعلى حب الله عز وجل، فبقاؤها في البدن لأنها مضطرة وأغلقت في وجوه الأبواب بالعقد والأصحاب والسلاسل والأقفال والأغلال وبالطقوس الشركية والعهود الكفرية وغيرها، لكن وجب أن لا أن يعلم عندها أن العهد الذي مع الله وجب أن يكون صريحا صحيحا صافيا نقيا حتى تكون بفضل الله تعالى على رتبة في السماوات وفي الأراضين. فالقلب يراه ربه سبحانه وتعالى ويعلم ما فيه، فلهذا وجب أن تعقد القلب على الإيمان الصريح الصحيح وعلى الاستقامة والجادة وعلى الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا بين وبين ربه سبحانه وتعالى، ولو كان الأمر بداية سرا، أن تسلم لرب باريها سرا، وأن تؤمن بالله جل وعلا سرا، فتعقد القلب على صحيح الإيمان دون إشراك بالله تعالى. أي نعم، من جهة أنك مظلومة، الجن أقصد بذلك ظلمت حينما دخلت البدن وأقفل عليك بالسحر وبأشياء كثيرة في عالم أباس والشياطين والسحر الكبار، هذا أمر قد يكون لك بفضل الله تعالى فيه عذر، لكن الأمر الذي لا عذر فيه أنك تكوني قاسية، تكوني جاثية على الركب وجاثية على القلب وعلى النفس وعلى الروح والعقل بما أوتي من قوة، هنا لا عذر، لأن الله جل وعلا يعلم ما تكني وما تكنون وما تسرون ما تعلنون. فلا بد أن يكون في القلب رحمة وفي النفس رحمة وفي الصدر رحمة وفي الحركات والأنفاس في أبدان الإنس رحمة، وهذه الرحمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فبها ترحم وترحمون جميعا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. حينما أقولها تنتفض اليدان، الرحمة هي رحمات من الله بها تنتفض اليدان. لا بد أن تكون الرحمة بفضل الله جل وعلا، لا بد أن تكون الرحمة مع ما أطبق عليكم من أسحار وما قيدتم به من أسحار، إلا أن الرحمة إذا كانت في قلوبكم تجلت بفضل الله تعالى في الحركات في الأبدان ولو سرا. ذاك العدو الذي جاء بكم حينما تروا أنه في غفلة، لا يرى لا يسمع بعيد، وتجلون بفضل الله تعالى رؤى منامات مبشرات همة شفاء دواء فك عقدة، أن تنفسوا من كرب من شدة من محنة، تأتوا بفرح بهجة بسعادة، وهذه رحمات تجلى على الإنسان منكم أنتم، بينكم وبين الله سبحانه وتعالى يعد عليكم حسنات وأجور، ومن ثم تصبح همة عند هذا المكلوم والمسحور والمحسود أن يسير في طريق العلاج والبسم والدواء، تدفعونه بإشارات في الأعصاب في المخ في الدماغ في القلب في الصدر بهمة بفضل الله بإشارات بترغيب بإقبال على الله عز وجل بفك عقدة بإقضاء أصحاب بإصلاح بطون وأرحام، فتأتي إلى الله جل وعلا مقبل الأبدان إلى بارها وتقف في صف الله تعالى ليداويها. وأنتم كنتم سرا همسا خفية جعلتم هذا السير بتوفيق المولى الكريم سبحانه وتعالى. كم من جنه المكلوم محروم الإرادة، أي مسلوب الإرادة في الخروج، لكن في مكثه كان فضل وخير أن تصفح الأنامل القرآن وأن تقف العبرات خاشعات بفضل الله للقرآن بفضل الله تعالى، أو تصبح الأمة موفقة بتوفيق الله تعالى مع ما معه من أبارسة وشياطين كبار وسحرة كبار. هذا يكون سر بينه وبين الله تعالى وبينه وبين العبد الذي سكنه أو الأمة التي سكنها، يشير إليه وإليها
بما ينفعه وينفعها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن وجب الجن أن تفهم أنها وإن حرمت، صلبت، قيدت، سجنت، أسرت، فإن لها قدرة وطاقة على أن تجعل بفضل الله تعالى بالإهام إشارة ما فيه بلسم ودواء، أو تفك عقدة، أو تبطل سحرا، أو تخرج دما، أو مأكولا، أو مشروبا بفضل الله تعالى، حتى يمضي البدن فتصبح طاقة على سير صحيح صغير لعلاج بفضل الله تعالى. واعلموا أن بهذا سيكون لكم الفضل والخير والرفع في الدرجات وليل البركات، فتفك بفضل الله جل وعلا السلاسل والعقد والأقفال، فتكون أحرار طلقاء بفضل الله عز وجل. أي خيركم يرد إليكم، خيركم ترونه بفضل الله جل وعلا. الخير هذا عظيم، حينما تقدمه لهذا الإنسان يرجع إليك بالقوة، بفك العقدة، يرجع إلى أهلك وذويك وعشيرتك، يرجع إلى عقلك وجمالك بفضل والخير بفضل الله تعالى. أتقول لي لقد عذبت البدن كثيرا، آذيت البطن والرحم والفؤاد والصدر والقلب والجنان، آذيت العينين، آذيت اللسان والشفتين، أقول لك ما عما مضى عفى الله عما سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه رسالة أوجهها لمن ينتقدني الآن في الشمال، أوجهها الآن لمن جاء الموروث والسلالة، لمن جاء ليحرم الأمة اللذة والأنس والبهجة والفرح، لمن كانوا حربا على زوجها حلها وعلى أبنائها، لمن لا زال واصل السيرة حتى لا ترحم، حتى لا تنعم، حتى لا تغنم، حتى لا تكون في نعم. إنها رسالة وجهها، وأسأل الله تعالى أن تتلقاها وتتلقف قلوبكم قبل أذانكم إن شاء الله تعالى، وعلى فيها اهتزاز في الشمال. فيا خادم الشمال ويا خادمة الشمال، إلى كل حية باردة أو ثعبان بارد، الثعابين والحيات حتى في حال الصيف والحرارة مرتفعة تشعر بالبرودة في عظامها وأعصابها وجلودها وسائر جسدها، بل وفي حر الصيف تخاف من ذاك الطيف، تخاف القل من النسيم والعليم، فتغلق النوافذ. أيام البرودة، 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 البرودة الدائمة على الجسد، برودة دائمة على الجسد، البرودة الدائمة على الجسد، حر حر، البرودة دائمة في الجسد، سواء كان صيف شتاء برودة دائمة في الجسد. وهذا يرجع إلى أمر عظيم، ألا وهو من يسكنون جلودهم باردة، دماؤهم باردة، أعصابهم باردة، أبدانهم باردة، لهم علاقة بمياه، لهم علاقة بأنهار، لهم علاقة بأودية، لهم علاقة بآبار، لهم علاقة بمجاري، لهم علاقة بمرشوش، لهم علاقة بمشروب، كل ما له علاقة بسواء ومياه باردة تخدمها هذه الشياطين الثعابين والحيات الزواحف، أصحاب الغوص، غواص 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 غواص، فيؤذون البطون ويؤذون الأرحام ويؤذون الأجنة ويؤذون الأبناء، يؤذون الأولاد، يؤذون الذكران والإناث. فأذكركم بالله عز وجل، أذكركم بالله تعالى، فإن لنا ربا عظيما جميلا عفوا قادرا جعل الخير في أبدان الإنس وفي أبدان الجان، زينها وجملها وأقدرها وقواها، أنطقها وأسمعها
فحباها بما فيه صلاحها ورشادها وسيرها، فجعلها عقلا وقلبا تعي وتعقل وتشعر بفضل الله تعالى، وهذه نعم عظيمة من الله على الإنس وعلى الجن. وأنت تنتقدين الآن في شمالها وترفعين اليد عهدا ووعدا أنك تسمعين معها منذ سنين، هذا القلب الذي حرم الخير مع الزوج توفي وهي شابة صغيرة، قتل حرم أخذ، لكن الله تعالى شاء وقدر، فإن كنتم سببا في هلاكه وموته وحتمه ونهايته فإني أخشى عليكم هلاكا وموتا، وأخشى عليكم نارا أخشى عليكم ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. أي نعم تزق الأرواح بالعين والعين حق، وتزق الأرواح بالنفس الخبيثة وبالحسد وبالأسحار وبالجن والشياطين والأبالسة، أرى العبر والدمع والانتفاضة الآن، أخذ الزوج وبقيت هذه الأمة تربي أبناء وأشبالا، تربي صغارا، تربي حتى بفضل الله أصبحوا رجالا، لكن معهم العلل والأسقام والأمراض والتعقيم التام، ترى في المنام دائما أنها تسير في الطرقات، فحيثما وجهت تنتهي بها الطرقات إلى باب مسدودة وإلى سير مسدودة، وهذا حالها وحال أبنائها، وأنتم الآن تنقفضون وتهتزون، والعبرة عليكم بفضل الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن تكون توبة وخشية وإنابة واستقامة فتعوضهم خيرا. أي نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أن تعوضهم خيرا بفك العقد والأسحار وإنهاء الظلم إنهاء الإثم والتعطيل من الأبدان وحول الأبدان وخارج الأبدان، حتى يكون بإذن الله كسائر الناس، بل ويكون بفضل الله برحمتنا الله موفقين مباركين، يكون موفقين مباركين. سحر عظيم في الريف، ماذا صنعوا لهم؟ أقطران؟ أسواد؟ أذبح؟ أطير؟ أعجل؟ أبقر؟ أضائل؟ أنجاسة؟ أحيم؟ النفاس؟ أسحر في عاشوراء؟ أسحر في المولد؟ أسحر في الأضحى؟ أم في ذي الحجة؟ أم أسحار في الموالد؟ أسحار في أول الشهر؟ وصل الشهر آخر الشهر؟ أسحار في الخطبة؟ في الزواج؟ في العتبة؟ في الباب؟ في الطعام؟ في الشراب؟ في المقابر؟ في القبور؟ أسحار عظيمة في الريف، في الريف، في الريف، في آباره، في أوديته، في أنهاره، في بحاره، أسحار في الريف، في الريف، في الريف، في الريف، في الريف، في ترابه، في أدربته، في أعتابه، في مقابره، في قبوره، في الموتى، في الريف، في الريف، في الريف، سحر عظيم، عظيم، للقتل والموت، 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 على زهرية الأبناء، 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 في بطنها، في بطن الأم، في رحمها، في رحم الأم، في بطنها، في بطن الأم، في رحمها، في رحم الأم، صحاتهم الأبناء، صحاتهم الأبناء، على زهرية الأم، على زهرية الأم، على زهرية الأم، على موروث للأم، 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 على زهرية الأم، على موروث
للأم، على زوجة الأم، على مراث للأم، على زوجة الأم، على مراث للأم، على زوجة الأم، على مراث للأم. عاهدتم الأبارسة والشياطين الكبار، عاهدتم الأبارسة والشياطين الكبار، على أذية الأم، على أذية الأبناء والأم، على أذية البنات والأم. كتبوا للتعطيل من الصغر، كتبوا للتعطيل من الصغر، كتبوا للتعطيل من الصغر، كتبوا للتعطيل من الصغر، كتبوا للتعطيل من الصغر. جاء 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 في أبناء والأم، شياطين في أبناء والأم، جاء 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 في أبناء والأم، شياطين في أبناء والأم، جاء 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 في أبناء والأم، شياطين في أبناء والأم، جاء 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 في أبناء والأم، شياطين في أبناء والأم. جاء بسحر الريف، بسحر الريف، بسحر الريف، بأسحار 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 الريف. أسحار في الريف تقدر بسم الله، أسحار في الريف تقدر بسم الله، أسحار في الريف تقدر بسم الله، أسحار في الريف تقدر بسم الله. نعقود في الريف، نعقود في الريف، نعقود في الريف، نعقود في الريف تقدر بسم الله. بالذبح والدم في الريف، 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 في مقابر 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 الريف، في مقابر، في قبور، في قبور الريف، في قبور الريف، في قبور الريف، في قبور الريف، في مقابر الريف، في مقابر الريف، في مقابر، في مقابر، في مقابر. بالطلق بالطلق بالريف، بالطلق بالطلق بالريف،
شباب يطري تضير كل شيء في الريف تضير كل شيء في الريف تضير كل شيء في الريف في الريف جان 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 بسهر الريف تعبي بسهر الريف حياة بسهر الريف حياة بسهر الريف تعبي 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 بسهر الريف 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 حياة بسهر الريف حياة بسهر الريف تعبي بسهر الريف حياة بسهر الريف تعبي بسهر الريف بسهر الريف في الريف في الريف في الريف في الريف قديم الأجداد قديم الأجداد قديم الجداد قديم الأجداد قديم الجداد قديم الآباء قديم الأمهات قديم الأبناء قديم الأولاد في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف عظيم في الريف في الريف في الريف في الريف عظيم جان 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 من الريف شرقي من الريف ملوك من الريف أبازة من الريف طياب من الريف غواص من الريف طياب من الريف غواص من الريف عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان من الريف من الريف ثبان 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 عظيم ثبان 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 عظيم ثبان 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 عظيم من الريف من الريف كبرى من الريف كبرى من الريف أسود من الريف صفراء من الريف حمراء من الريف ذهبية من الريف هيا 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 من الريف هيا 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 من الريف هيا 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 من الريف ثمان من الريف ثمان من الريف ثمان من الريف شيطان من الريف ثمان شيطان من الريف شيطان من الريف مارس من الريف مارس من الريف مارس من الريف من أبازة 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 من الريف وجاء أبداً في الريف في الحسدة الله
يسمع في بيوت الريف يسمع جال بعين سكن بلبس سكن بحسد سكن بأسحار الريف على الماء بسحر الجارات في الريف كان يسمع في البطن يسمع في الرحم يسمع في القلب يسمع في الصدر يسمع في القلب يسمع في الصدر يسمع في القلب يسمع في الصدر يسمع في البطن يسمع جلاه الله في البطن يسمع جلاه الله صعب بتقيع نعم عندما أكون مثل القريب مشروب في الريف ماكل في الريف مشروب في الريف ماكل في الريف مشروب في الريف مدفون في الريف في الأبدان من الريف من جارات الريف من صديقات الريف من أخوات الريف من قريبات الريف في البطن يسمع في البطن يسمع في الرحم يسمع سحره بتتقيه يا اخي تحت 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 بتتقيه هيك مش مشكله مزيان تقي اذا دابا خصك ديري استفراغ اصلا هذا تاكل كل 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 تاكل اه اذا خصك ديري استفراغ اذا ماكول مشروب قديم جدا طيب جيد لما جيت جان في البلد سحنا كل في الريف مشروب في الريف جان صح في البطن في الريف ثلاث سيارات مش نقول طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ساحر يسمع على الأبناء من الريح على الصحة من الريح
بدرب على الحياة، بدرب على السعادة، بدرب. الله أكبر من كل ساحر، ساحر 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 سحرها حسد في الريف، ساحرة 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 سحرتها حسد في الريف. Bir sahip, 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 bir sahip
عزيمتها في الريف، خطاها في الريف، آثارها في الريف، حسابها في الريف، هباسها عليها عليها في الريف في الريف في الريف في الريف، في بيوت الصحراء في الريف، في قوة الصحراء في الريف، في قوة الصحراء في الريف، في آباء الصحراء في الريف، في مجال الصحراء في الريف، في نجاسة الصحراء في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف، سحر عظيم عليها، 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 على آثارها على آثارها على آثارها على آثارها على صورها على صورها على لباسها على لباسها على جمالها على عرسها على عرسها على أبنائها على حملها على ولادتها على حملها على ولادتها على أفراحها على سعادتها على مالها في الريف في الريف في الريف في الريف في الريف. الله أكبر، بها يبطل سحر ما كل قديم 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 قديم، ما كل ما كل ما كل بدم 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 بدم، ما كل ما كل ما كل ما كل بدم 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 بدم، ما كل بالجسد ودم، ما كل ما كل مشروب 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 بالجسد ودم، بالجسد ودم، بالجسد ودم، ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل في بطنها في طيارة أطلق فيها فيها في جريها في جريتها في أبنائها في أبنائها في حملها في حملها في ولدها في ولدها في مراتها في الصديقات في الريف.
تحل بسم الله في البدن يغد 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 تحل بسم الله على القلب يغد تحل بسم الله في البطن يغد تحل بسم الله في الرحم يغد تحل بسم الله في اليدين يغد تحل بسم الله في البطن يغد في الرحم يغد في البدن يغد في البطن يغد في الرحم يغد في الأحشاء يغد تحل بسم الله 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 الحياة والنبي في البلد فقد
بئره بحره وقد
وحده أصيلا. أسم الله أسلم 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 خدام الموت أبايس الموت شياطين الموت ملوك الموت قردة قردة تمسيح قردة قردة تمسيح عليك قردة تمسيح ثابت حية تمسيح. أسلم 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 نصر 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 أسلم لله الكبير والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والسماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إلا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. اللهم احفظ الريف اللهم احفظ الريف وأهله اللهم احفظ اللهم احفظ الريف وأهله اللهم احفظ الريف وأهله اللهم احفظ الأبدان الريف احفظ الأبدان أبدان الريف وأهل الريف اللهم احفظ الريف اللهم أسعد رجال الريف اللهم أسعدهم بالإسلام الريف في بيوت الريف في أودية الريف في آبار الريف اللهم أسعد الرجال أسعد الرجال في أبدان أهل الريف بالإسلام بالإيمان بالإحسان اللهم أسعد الرجال في الريف وآبار الريف في الريف وبحال الريف في الريف وبيوت الريف اللهم اجعل الجال في الريف خيرا اللهم اجعل الجال في الريف بركة وخيرا على العقول بركة وخيرا على البطون والأرحام بركة وخيرا على العقول والأفهام بركة وخيرا على البطون والأرحام
بركة وخيرا على العقول والأفهام، بركة وخيرا على البطون والأرحام، بركة وخيرا استجابوا على العقول والأفهام، بركة وخيرا على البطون والأرحام، بركة وخيرا. اللهم اجعل الجال في الريح على الأبدان بركة وخيرا، على الآباء بركة وخيرا، على الأمهات بركة وخيرا، شفاء وبركة وخيرا، شفاء وبركة وخيرا، على أبناء الريف بركة وشفاء وخيرا، على بنات الريف شفاء وبركة وخيرا، على أمهات الريف شفاء وبركة وخيرا، على آباء الريف شفاء وبركة وخيرا، على أبناء وبنات الريف شفاء وبركة وخيرا، في البيوت شفاء وبركة وخيرا، معهم حيثما طاروا حيثما حلوا حيثما كانوا، شفاء وبركة وخيرا، شفاء وبركة وخيرا، في الجمال شفاء وبركة وخيرا، في الاستقامة والالتزام شفاء وبركة وخيرا، في العمل والمال شفاء وبركة وخيرا، في الأفراح والأعياد شفاء وبركة وخيرا، مع الآباء مع الأمهات شفاء وبركة وخيرا، مع الأبناء والبنات شفاء وبركة وخيرا. اجعل الجال في الأبدان في الريف وعلى أهل الريف، في الريف وعلى أهل الريف، على أبدان الريف، على أصل الريف، على نسل الريف، على أسواد الريف، على الموروث في الريف شفاء وبركة وخيرا، شفاء وبركة وخيرا، في الهواء في الفضاء في السماء في المحيطات في الآبار في الأنهار في الأنهار في الأنهار في الأنهار في الأنهار في الأبار في الأبار في الأبار في البحار، شفاء وبركة وخيرا 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 وخيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحال العقل، أسلموا لله فك العقد، أسلموا لله حل العقد، أسلموا لله فك العقد، أسلموا لله تحال 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 بسم الله. استجيبوا لله استجيبوا 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 لله وحلوا العقد. الله أكبر الله وحسد وكفر، أشغله بنفسي واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقل له راية، اللهم لا أراد به سوى جن الريف شرا، خذ أخذ عزيز مقتدر، من أراد به سوى جن الريف أسرا، خذ أخذ عزيز مقتدر، من أراد بإنس وجن الريف يسرى، خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، إنسا وجنا، لا إله إلا الله، 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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله أكبر، الله يؤمنون، الله أكبر، الله
الله أكبر، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب في هذه الليلة، اللهم أطلق سراحهم في هذه الليلة، اللهم اشف مرضاهم في هذه الليلة، اللهم أطلق سراحهم في هذه الليلة، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اسعدهم، اللهم أكرمهم، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الحمد لله، طيب جيد، الله أكبر.